نبداو مع درس النشر وتعميل وايضا مستحقات الهام. الو نبداو باول حاجه ان شاء الله اللي هي النشر. الو ليكن ا و ب و سي و دي اعداد حقيقيه. طبعا النشر فيه جوج قواعد مهمين. قاعده اذا كان مكتوب على هذا الشكل يا اما مكتوب على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا ولا مكتوب على هذا الشكل هذا، يعني اما كنلقاوها بحال هكا ولا نلقاوها بحال هكا. في حالة لقينا بحال هكا دونك النشر شنو هو؟ النشر هو التفريق، غنفرقو يعني مثلا أ غنفرقها على بي غنفرقها على سي، يعني غتولي عندنا أش غتولي عندي أ فوا بي زائد أ في سي. أما إذا كان عندي بعض الطرف فشنو كندير؟ فكنفرق أ على كل وحدة في هاد الجوج ومن بعد كنفرق بي على كل وحدة من هاد الجوج. بمعنى يعني كندير بحال هكا دونك أ غنفرق هادي على الطرف هذا اللي هو سي زائد دي، من بعد غنفرق نفس الطريقة بي على الطرف الآخر. أوكي فبالتالي كتبع عاوتاني نفس الطريقة هادي، هذا هو هادي، يعني بنفس الطريقة هادي ندير أ في سي زائد أ في دي زائد عاوتاني بنفس الطريقة دونك بي فوا سي زائد بي فوا دي. اوكي الاخوان دونك هادو كاملين كاينين عملية الضرب، يعني شو ملي تشوفوني كنكتب مثلا كتكتب أ حدا بي كنت كتعني بيناتهم ضرب، او نقدروا نكتبوها بحال هكا أ فوا بي، ولا نقدروا مثلا نديرو أ قوس بي. هادو كاملين كيعنيو عملية الضرب ما بين العددين. اوكي اذا ناخذ امثله باش نحاول نفهم. مثلا هذا المثال الاول اللي هو عندنا شنو كنلاحظوا فيه؟ كنشوف واش هي مكتوبه على بحال هادي ولا بحال هادي. دونك انا كنلاحظ عندي حاجه واحده ومضروبه في حوايج، اذا بالتالي كنلاحظ بحال عندي هادي. اذا شنو غادي ندير؟ بنفس الطريقه غادي ننشر هادي. اذا عطتنا هي اكس و 3 اكس زائد نفس الطريقه غنضربو اكس فاش 4 اكس و 4 اللي غيعطينا شحال كيساوي هو 3 اكس اس 2، يعني ضربنا اكس في اكس يعني اكس اكس كتعطينا هي اكس اس 2 دكو، زائد اكس في 4 كتعطينا شحال هي 4 اكس. دونك واش هادو ممكن نحسبو مع بعض هذا زائد هذا؟ لا حيت ما عندهمش نفس الاس، دونك ما عندهمش حق يحسبو نفس، يعني بقا تفكر. على دابا نشوفو المثال الثاني. المثال الثاني كما قلنا النشر هو انا كنفرقو عليهم، يعني نفرقو على كل وحده فيهم اكس. انا كنلاحظ هادي كتشبه عاوتاني هادي لان ما عنديش اقواس وما عنديش هنا شي حاجه زايده. اذا شنو غادي ندير؟ نضرب هادي في هادي ومن بعد هادي في هادي، اذا غيعطينا اش؟ اذا اكس في 3 ناقص اكس في اكس، اذا بالتالي عطانا 3 في اكس هي 3 اكس. هنا خصني نحذف الاشارات دونك كيما كتعرف ناقص في زائد كتعطينا ناقص اكس في اكس كتعطينا هي اكس اس 2 كما قلت ميمكنش نحسبوها هادي مع هادي حتى ما عندهاش نفس الاس. الوغ بنفس الطريقه عاوتاني كنلاحظ هاد المثال اللي عطاوني دابا، غير هو دابا هاد العوض حطوها هنا حطوها لي هنا، يعني بنفس الطريقه شنو غادي ندير؟ غادي نفرق عليهم هادي بجوج. طيب اذا عطانا شحال؟ عطانا ناقص 6 اكس في ناقص 2 اكس ناقص 7 في ناقص 2 اكس. كتسولوا راسكم دابا علاش كيدير قوس بالنسبه للناقص؟ عشان ناقص دائما كتغير الاشاره، يعني تكون عدد سعيد كندير عليه الاقوس. اوكي اذا هنا دائما ناقص ناقص اذا كانوا اشارات بحال بحال كيعطيوك زائد. هنا شنو كندير الشباب؟ ملي كتكون عندنا عدد في اكس وعدد في اكس كنضربو غير الاعداد بيناتهم، يعني 6 في جوج شحال هي 12. اوكي كما قلنا علاش مشات ديك ناقص؟ باش ناقص مع ناقص كتعطينا هي زائد. اوكي اكس في اكس كتعطينا شحال؟ اكس اس 2. الى جينا نشوفو عاوتاني بنفس الطريقه هنا شنو غادي ندير؟ ناقص وناقص كتعطيني كتعطينا هنا زائد 7 في 2 هي شحال؟ هي 14. بالنسبه لاكس ما عنديش اكس اخرى غادي نضرب فيها دونك تبقى عندي اكس. كما قلت هادي ممكنش نحسب مع هذا حيت ما عندهمش نفس الاس. اذا دابا لاحظتوا معايا في هذا التمرين هذا ايضا او في هذا المثال الرابع تلاحظ ان هنا عندي قوس مضروب في قوس، اذا قوس في قوس يعني هي هذه، يعني عندنا هاد القاعده هذه. عرفت شنو غادي ندير؟ بنفس الطريقه كما قلنا غنفرقوا هذه على هاد الجوج وغنفرقوا هذه على هاد الجوج، بمعنى هي جوج اكس في جوج ناقص اكس صافي. من بعد ناخذ هذيك الاشاره ديال تضرب 3 فوا هاد الشيء عاوتاني من جديد. اذا شنو غادي ندير؟ غادي نشوف دونك جوج في جوج هي اصلا هي 4 اكس دونك هادشي اللي كتعرفوا. دونك جوج اكس في اكس دونك هنا عطانا هي سالب موجب كيعطينا عدد سالب دونك ناقص جوج، و اكس في اكس كتبنا هنا اكس اس 2.
نفس الطريقة عاود تاني غنقوم بالنشر أو توزيع ديك الناقص 3 عليهم. إذا ناقص 3 في جوج عدد سالب موجب كيعطينا عدد سالب ناقص تا ناقص وناقص كتعطينا هي زائد 3 في إكس كتعطينا شحال هي 3 إكس. كنبدا كنرتب أعلى درجة، دونك ناقص 2 إكس أس 2 كنجيب حداها 4 إكس كنجيب حداها 3 إكس ناقص. طبعا هادو درجات، عندنا واحد عندنا واحد، دونك كنبدا من الكبير جوج واحد وغادي. دونك كما قلنا ميمكنش نحسب الا إيه كانوا عندهم نفس الاس، بحال هادي ما عندهاش نفس الاس مع هادو، اذا ما عندهاش حق نحسبوه معاهم، ولكن هاد الجوج يمكن نحسبوه مع بعضياتهم حيت عندهم نفس الاس يعني كيتشابوا. او 4 زائد كنجمع غير الاعداد اللي حداهم، دونك 4 زائد 3 كتعطينا شحال؟ كتعطينا هي 7 اكس. بحال اللي قلتي 4 تفاحات زائد 3 تفاحات كتعطينا 7 تفاحات. دونك هذا هو خارج شنو لو كما كنلاحظوا فان القاعده هي دائما باش كتعرف كتشوف واش كتشبه لهادي ولا لهادي. دونك هنا 40 مجرد كوف انها كتنشبه لينا لهادي. اذا بنفس الطريقه غنوزع عاوتاني واحد وغنوزع ناقص اكس، اذا تولي عندي واحد عامل لثلاثة زائد اكس ناقص اكس عامل لهادشي. نقوم بالتوزيع، دونك واحد في ثلاثة دونك هي ثلاثة، واحد في اكس طبعا هو اكس ناقص ثلاثة في ناقص إكس دونك تعطيني ناقص ثلاثة إكس ناقص ثلاثة إكس ناقص وزائد دونك تعطيني ناقص، وهنا إكس في إكس كتعطينا شنو إكس أو كاغي. إذا كتعطينا هنا ناقص إكس أو كاغي. هنا كما قلنا كنرتبو على حساب درجة الكبار، كنبدا كنحسب اللي كيتشابو. طبعا هنا عندي ناقص 3 ناقص زائد 1 اذا كتعطيني شحال؟ هي ناقص 2 اكس، لان هادو اللي عندهم حق تحسبو مع بعض زائد 3. التسميه التطبيقيه حاولوا انكم تخرجوا وقلنا شحال كتساوي ا و بي و سي في الكومونتير في يوتيوب، وانصحهم ان شاء الله الرحمن يشوفوا لا كوريكسيون واش عندكم صحيح ولا لا، وبالتالي نعرفوا واش نتوما فهمتوا ولا ما فهمتوش. اوكي شباب، فيديوهات بطريقه جد مبسطه وسهله، فقط يكفي انكم تضغطوا على هاد سميت قناتنا، من بعد غيدوزكم واجهة او الصفحة ديالنا في يوتيوب. انا كنمشي دائما كنقلب على قوائم التشغيل، هنا كتلقاو الفيديوهات مجموعة وجد مرتبة، وقلت لكم تفرجوا الى اي حاجة بغيتوها، مثلا على الجبر ندخلوا على الجبر غتلقاو الفيديوهات ديالنا كاع اللي دايرين في الجبر في قناتنا عندنا التعليم. وايضا هنا حاولوا انكم دائما تكتبوا عدنان التعليم حدا الدرس اللي بغيتو، مثلا انا في تعريض مثلا ستاتيستيك، دونك ستاتيستيك فون كنضغط على اونتري كيعطيك جميع الفيديوهات اللي عندنا، ايضا كيوصلك الفيديو دغيا. دونك كانت هذه طريقه البحث، ما تنساوش انكم تشاركوا في القناه بالضغط على زر الاشتراك باش تدعمونا باش نبقاو نلوحو فيديوهات كثر وكثر، وشكرا لكم على التتبع ديالكم.